بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 40 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم من والإخوة والأخوات في لقاء طيب مبارك في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أبو عبد الله، يسأل ويقول: ما رأي الشيخ حفظه الله في البيع عند المساجد أو في الطرقات أو القرب من الجوامع بعد صلاة الجمعة مأذورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا بأس بالبيع خارج المسجد سواء كانت جوامع أو مساجد أوقات، لا بأس بالبيع والشراء خارج المسجد، إلا إذا كان المسؤولون يمنعون من ذلك، فإنه لا تجوز مخالفة النظام ومخالفة ولي الأمر. أما ما دام ليس فيه منع فلا بأس بذلك، لأن هذا من طلب الرزق. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت عبد العزيز تقول: بالنسبة لإهداء ثواب الأعمال يا شيخ، نسأل عن هذا كثيرا وينقصنا الإجابة، وهل لي أن أصوم نفلا مثلا وأهدي ثواب هذا الصيام لأختي المتوفاة وهي امرأة صالحة؟ الأصل أن الأعمال لمن عملها، قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالأصل أن العمل للعامل ولا يهديه لغيره إلا ما ورد به الدليل، كالدعاء للغير حيا أو ميتا، والصدقة عن الغير، والحج والعمرة عن الغير. فهذه أمور وردت الأدلة بإهدائها إلى الغير، وأما ما عدا ذلك فالأصل أن العمل للعامل. نعم. جزاكم الله خيرا. من المدينة النبوية الأخت تقول: امرأة وضعت طفلا في رمضان قبل سنوات ولم تقضي ما عليها، ماذا يجب عليها الآن؟ إن كانت في تأخيرها للقضاء معذورة فإنه يجب عليها القضاء إذا استطاعت، وأما إذا كانت مفرطة وغير معذورة فإنها لا بد من القضاء، ولا بد معه من إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم. من السودان عاصم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين؟ وإذا ذهب الإنسان إليهم هل يخل ذلك بعقيدته؟ لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال: لا تأتهم. فلا يجوز الذهاب إليهم لأنهم يفسدون العقيدة ويشوشون على المسلمين، فيجب الابتعاد عنهم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل أيضا أبو إبراهيم من أسئلته يقول: ورد النهي عن أن يأكل الإنسان تمرتان في دفعة واحدة أو يقرن التمرات، ما العلة في ذلك؟ إذا كان مع ناس يأكلون فلا يقرن بين تمرتين، لأن هذا يقلل التمر على الآخرين، أما إذا كان وحده فلا مانع من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع من المدينة النبوية يقول: ما الضابط في البناء على القبور أو جعلها طريق أو مساجد؟ وضحوا لنا ذلك في الشريعة الإسلامية مأثورين. البناء على القبور محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، كان يبنى عليها القباب أو الأضرحة أو تبنى عليها المساجد فإن هذا وسيلة إلى الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى. قد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
ولما ذكرت له بعض نسائه رضي الله عنهن ما رأينه في أرض الحبشة من الكنائس وما فيها من الزخارف، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت أم نوف من ديشة تقول: أريد الاستفسار عن حكم الإحرام من عمر من مكة للعمرة عند وجود عذر للمرأة، فلقد اعتمرت قبل سنوات، ذهبنا إلى الميقات وأحرم جميع من معي إلا أنا لم أحرم لوجود عذر. أما أنا عندما ذهب العذر اغتسلت من مكان إقامتي في مكة ونويت العمرة واعتمرت، والحمد لله لقد سمعت بأن علي في الإحرام من مكان يسمى التنعيم، وأن العمرة غير مقبولة، وأني علي أن أقوم بإعادتها مرة ثانية، وعلي أن أعيد حجي حيث أديت الحج قبل أكثر من سنتين، فهل علي شيء في ذلك يا شيخ؟ كل هذا غير صحيح، وهذه فتاوى غير صحيحة. نعم، الإحرام للعمرة لا يكون من مكة، وإنما يكون من الحل من خارج الحرم، هذا هو الذي وردت به السنة النبوية. فمن نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى الحل، سواء الجعرانة أو عرفة أو التنعيم، ويحرم بالعمرة. أما ما حصل منك فهذا خطأ، والعمرة صحيحة، عمرتك صحيحة، لكن عليك فدية ذبح شاة في مكة توزعينها على فقراء الحرم، فإن لم تستطيعي فعليك صيام 10 أيام. نعم. جزاكم الله خير الشيخ، تجرى بعض الناس في وقتنا الحاضر على الفتوى بغير علم. نعم، هذه ما في شك أنها مسألة خطيرة جدا، ويغررون بالناس ويحكمون بأحكام في الشرع لا دليل عليها ولا أصل لها، عن جهل أو عن تعمد، وهذا كله لا يجوز. الله جل وعلا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم، لأن الفتوى بغير علم تسبب اختلاطا في الأمور وتلبس على الناس، فالواجب على الجاهل أن يسكت، ومن كان عنده علم ودليل فإنه يبين ما عنده للسائل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة لراتبي الشهري وهو أكثر من 16,000 ريال الذي أستلمه، هل فيه زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة ما العمل في السنوات الماضية، علما بأنه لا يبقى شيء من الراتب حتى نهاية الشهر؟ نعم، إذا كان لك راتب شهري، نعم، وتنفقه ولا يبقى منه شيء فليس عليك شيء. أما إذا كان يتوفر منه شيء وتدخر منه شيء، فإنك في نهاية السنة تحصي ما عندك من المتوفرات وتزكيها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هل الأفضل في كفارة اليمين الصيام أم إطعام مساكين؟ لا، كفارة اليمين فيها ترتيب وليس فيها تخيير. قال الله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه الأمور مخير فيها الثلاثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فثلاث خصال من كفارة اليمين فيها تخيير، وأما الرابع وهو الصيام فهو على الترتيب لمن لم يجد شيئا من الأمور الثلاثة السابقة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: المراحيض أجلكم الله التي تكون باتجاه القبلة في ظل وجود حاجز جدار، حيث أنني أقوم بأعمال منزلي الآن وتم وضعها باتجاه القبلة ولم أكن أعلم الحكم. الواجب أن توجه المراحيض لغير القبلة، لكن لو وجد في المباني مراحيض إلى القبلة فالصحيح أنه لا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم شوهد وهو يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبلا الشام، لأنه في داخل بنيان.
دل على أن داخل البنيان يختلف عن الفضاء. ففي الفضاء لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، لا يستقبلها ولا يستدبرها ببول ولا غائط. أما داخل البنيان الصحيح أنه لا بأس بذلك لوجود الساتر بينه وبين القبلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت عبد الرحمن تقول: عندي ابن عمره 10 سنوات، أنصحه بالصلاة وأتابعه، ولكنه يقول صليت وهو لم يصلي، وهو لا يواظب على الصلاة، هل آثم بمتابعته؟ أنت ماجورة بمتابعته وإلزامه بالصلاة وتخويفه بالله، وكذلك أن تستعيني بمن له عليه مسؤولية كأبيه وإخوانه وأقاربه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف أكمل صلاة العشاء إذا دخلت مع إمام يصلي التراويح ولم يجلس الإمام إلا بعد أن أكمل 4 ركعات؟ نعم، هذا خطأ. لا يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرن 4 ركعات في سلام واحد، في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى الثالثة فإنك تفارقه وتكمل صلاتك. نعم. تقول السائلة أم باسم: إذا علقت المرأة آيات من القرآن على حلق الطفل الذكر الرضيع في يومه السابع، فما حكم ذلك؟ مأجورين؟ هذا لا يجوز، تعليق التمائم ولو كانت من القرآن على الصحيح لا تعلق، لا سيما على الأطفال، لأن هذا فيه امتهان لها وتعريض لها للنجاسة غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت نون من مكة المكرمة تقول: فضيلة الشيخ، هناك امرأة هداها الله تسيء إلي كثيرا منذ أن كنت صغيرة في منزلنا، كنت أرد الإساءة بمثلها، ولكن سرعان ما تحولت إساءتي إلى حسنى وحسنات، كلما أحسن إليها تزداد سوءا فيا، وأحيانا يغلبني الغضب وأرد عليها بالقول فقط، والآن ماذا أفعل معها؟ نعم، يجوز الرد بالمثل على المعتدي، هذا من باب القصاص، جزاء سيئات سيئات مثلها، ولكن العفو والمسامحة أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عليك بالصبر والتحمل وأحسني إليها ولو أساءت إليك. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول في آخر أسئلتها: مأجورين، هل زوج خالة أو عمة والدي يعد من محارمي؟ لا، زوج خالة زوجتي، زوج خالتي زوجتي، أو زوجة عم زوجتي ليسوا من محارمك، إنما محارمك أبوه أبو الزوج، وكذلك ابن الزوج من غيرك، هؤلاء محارم. نعم. أحسن الله إليكم. يعني شيخ تسأل عن صحة حديث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يمسي 10 وحين يصبح 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. لا أعرف لهذا الحديث أصلا ولم أقف عليه، ولكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، خصوصا عند ذكره فإنها مشروعة. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. الله جل وعلا قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما تحديد المساء والصباح وتحديد الأجر في ذلك فهذا يحتاج إلى دليل صحيح، وأنا لا أعرف دليلا على هذا التحديد. نعم. شيخ صالح حفظكم الله، بعض الناس يتعلق بالآثار الضعيفة ويتابعها ويترك الصحيح، ما نصيحتكم في ذلك؟ الذي عنده علم يتبع يراجع الأحاديث من مظانها من كتب السنة، يراجع الأحاديث من مظانها من كتب السنة ليعرف الصحيح منها وغير الصحيح. أما الجاهل فإنه لا يجوز له أن يعمل بكل ما سمع، بل عليه أن يسأل أهل العلم عن أي حديث عرض له أو سمعه ويريد أن يعمل به، يسأل أهل العلم عن حالة هذا الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. أم ناير تقول: شيخ،
امرأة كبيرة في السن مرضت في إحدى الرمضانات ولم تصم هذا الرمضان وماتت بعد ذلك مباشرة، وكان ذلك قبل سنوات. أولادها الآن يريدون أن يصوموا عنها هذا الشهر وهو شهر واحد، هل لهم ذلك؟ إذا كانت أفطرت من أجل المرض وماتت لنفس المرض ولم تتمكن من القضاء فليس عليها شيء. أما إن كانت تمكنت من القضاء بعد رمضان ولكنها تأخرت ولم تبادر حتى ماتت ودخل رمضان آخر فإنهم صاموا عنها. نعم. يقول السائل: الشيخ، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في خطيب الجمعة؟ الشرط فيه العدالة مثل صلاة الأوقات، مثل الإمام في صلاة الأوقات توفر فيه العدالة، وأن يكون عنده علم بحيث يستفاد من خطبته، وأن يراعي أحوال المأمومين ألا يطيل عليهم الخطبة ولا يأتي بخطب لا يستفيدون منها. نعم. جزاكم الله خيرا. عبد الله الزهراني يقول: بالنسبة للصلاة الإبراهيمية، هل تقال بعد الأذان وما المشروع بعد الأذان؟ نعم، مشروع بعد الأذان أن يتابع المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة من مكة المكرمة تقول: هل يسن للمصلي أن يقول قبل البدء في الصلاة: أسلمت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ لا يقول هذا قبل الصلاة، إنما هذا من أنواع الاستفتاح بعدما يكبر تكبيرة الإحرام. إذا أراد أن يأتي بهذا الاستفتاح أو بغيره من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فإنه يقوله بعد تكبيرة الإحرام. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، تسأل السائلة من مكة المكرمة وتقول: نرجو من الشيخ حفظه الله أن يوجه نصيحة وكلمة للزوج الذي يفضل امرأة عن امرأة أخرى في العطاء في زوجاته وكذلك في المعاملة، ويظهر ذلك أمام أبنائه. يجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات. قال تعالى لما ذكر تعدد الزوجات، قال: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. والعدل يكون في النفقة، ويكون في السكنة، ويكون في المبيت، ويكون في الكسوة. إذا قام بهذه الأمور لنسائه فقد عدل بينهن. نعم. وأما إذا لم يقم بشيء من ذلك أو أخل ببعضه هذا ما يلان، قد قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.